أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلا وسهلا بكم في قناة سوق الحكاية والقصص. قصتنا اليوم بعنوان الشيخ والإخوة الثلاثة، وهي من القصص الخيالية المعبرة والمشوقة. أرجو أن تنال إعجابكم. ضع السماعات، أغلق عينيك واستمع. كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. كان يعيش في قرية صغيرة ثلاثة إخوة، أكبرهم يسمى علوان وأوسطهم يدعى زعفان، أما الأخ الأصغر فكان معروفا باسم بسام. مات والدهم منذ سنين عديدة ولم يترك لهم من الرزق شيئا، فأصبحوا بعده يجاهدون جهادا كبيرا لكسب لقمة العيش، فهم لا يستصعبون أي عمل يطلب منهم ولا يحتقرون أي مبلغ من المال يعرض عليهم. ظلوا طيلة أعوام كثيرة يتنقلون من عمل إلى عمل، يدعوهم ذلك الفلاح لمساعدته في حفر أرضه وتخطيطها أو جني ثمارها أو تقليم أشجارها، فيقبلون دعوتهم مبتسمين راضين، ويأمرهم أحد التجار بنقل سلعة إلى إحدى القرى المجاورة، فيقبلون على ذلك بكل ما وهبهم الله من قوة وحزم، وهم دائما لا يميلون إلى الراحة ولا يبخلون بجهد. وكان سلوكهم هذا قد جعلهم محترمين في قريتهم، موفوري الكرامة بين أهلها وموضع ثقتهم وإعجابهم. لكن الأخ الأصغر كان يخفي على أخويه منذ مدة تبرمه من الحياة التي يعيشها معهم، فقد كان ذا طموح لا يحد ونفس عزيزة تكره الضعف والذل وتتوق إلى العز والرفعة. وفي ليلة مقمرة من ليالي الصيف أنهى الإخوة الثلاثة عملهم وعادوا متعبين إلى كوخهم الحقير، وبعد أن وصلوا وأصابوا شيئا من الطعام تمددوا على حصير بال فرشوه أمام الكوخ، واستسلموا لراحة لذيذة بعد عمل متعب تواصل كامل النهار وجزءا من الليل. واغتنم بسام سكوت أخويه وقال لهما: إني لا أخفي عليكما أنني بدأت أسأم هذه الحياة التي نحياها منذ مدة، وأرى من الواجب علينا أن نفكر في أنفسنا وفي مستقبلنا قبل غيرنا، ولابد لنا من السعي لتحقيق حياة أفضل، ما رأيكما؟ صمت الجميع هنيهة، ثم أجابه الأخ الأوسط: كل ما تقوله صواب، ولكن ما عسانا نفعل ونحن لا نكسب قوت يومنا إلا بعد عناء شديد وعمل مضن، ومن الواجب في مثل هذه الحال أن نتضرع بالصبر ونكتفي بما يدر به علينا عملنا، ولعل الحياة تتغير يوما فتبتسم لنا الأيام وتذيقنا حلاوة الهناء بعد مرارة الشقاء. ثم التفت بسام إلى أخيه علوان وقال له: وأنت يا أخي، ما لك واجما صامتا لا تقول شيئا؟ فأجابه علوان بعد أن استوى جالسا: الحقيقة أن كل ما تقولانه لا يروقني، فأنتما طموحان أكثر مما ينبغي، تحلمان بتحقيق أشياء فوق قدرتنا، وتعللان النفس بأوهام بعيدة عنا كل البعد. إن عملنا الذي نقوم به كل يوم لهو عمل شريف لا عيب فيه، فلماذا تريد يا بسام الابتعاد عنه؟ خير لنا أن نبقى على حالتنا من أن نخسر كل شيء. فقال بسام: إذا كنت أنا طموحا أكثر مما ينبغي، فأنت أيضا قنوع أكثر مما ينبغي. هل نسيت أننا نحيا عالة على غيرنا؟ هل نسيت أننا دائما تحت رحمة أولئك الفلاحين والتجار ننتظر منهم بلهفة تكاليفنا بأي عمل مقابل مبلغ زهيد؟ أليس من الحكمة أن نضمن لأنفسنا مستقبلا سعيدا؟ وإلى متى سنبقى على هذه الحال؟ ماذا سنفعل إذا أقعدنا يوما مرض أو كبر عن العمل؟ ماذا سنقتات ومما سنعيش؟
أليس من الصواب أن ندخر لغدنا المجهول شيئا؟ ما كاد بسام ينتهي من كلامه هذا ومن إلقاء تلك الأسئلة المحرجة على أخويه، حتى لاح من بعيد شبح يكتنفه الظلام، يمشي بخطى ثقيلة متجها نحو كوخ الإخوة الثلاثة، مهتديا بأشعة فاترة كان يرسلها القمر المتلألئ في السماء. وفي هذا الوقت نهض زعفان وحدق ببصره نحو ذلك الشبح الذي ما زال بعيدا، ثم قال لأخويه: من ترى القادم إلينا في هذا الوقت؟ يظهر لي أنه شيخ عجوز، فأنا أرى بيمينه عصا يتكئ عليها وهو يمشي متثاقلا ومتحاملا على نفسه، ألا تظناني أنه عابر سبيل آت ليقضي ليلته عندنا ليواصل مسيره في الغد؟ فأجابه علوان: لا، أستبعد ذلك، ربما يكون عابر سبيل كما قلت، وأهلا به على كل حال. وقف ثلاثتهم وأخذوا يترقبون هذا الزائر الغريب، وما هي إلا لحظات حتى وصل إليهم، وإذا به شيخ هرم تقوس ظهره وهزل جسمه، تغطي وجهه المتجعد لحية كثيفة بيضاء، وعندما وقف أمامهم طرح عليهم السلام بصوت متهدج، فردوه بأحسن منه، ثم دعوه إلى الجلوس معهم، فلبى مبتسما وهو يلهث من شدة التعب. وبعد أن استراح قليلا قال له زعفان: إلى أين تقصد أيها الشيخ؟ فأجابه الشيخ وهو يعبث بشعر لحيته: لست أدري يا أبنائي، فأنا منذ كنت شابا مثلكم لا أعرف الاستقرار يوما، ولم يعرف أحد لي موضعا، فدائما أتجول من بلد إلى بلد، وأسعى في أرض الله الواسعة، لا يقعدني عن السير إلا الظلام الحالك أو التعب الشديد. وكان بسام إلى جانب طموحه ميالا إلى حب الاطلاع، فقال للشيخ في تعجب: ولكن ما هي غايتك من ذلك؟ وماذا تعمل؟ فأجابه الشيخ: غاية الأولى من ذلك حب الاطلاع على أماكن لم أكن أعرفها من قبل. وفي هذا الحين تسلل علوان وولج الكوخة، ثم عاد منه ومعه كسرة خبز يابسة مع بعض الماء، وعندما وصل جثى أمام الشيخ وقال: لعلك جائع أيها الضيف، فهذا ما بقي لنا من عشائنا نقدمه إليك راجين أن تتقبله منا. مد الشيخ كفه مبتسما وتناول ما بيد علوان من خبز وإدام، وشرع يأكل بنهم ما بعده نهم، وعندما انتهى مسح يديه بطرف ردائه وحمد الله وقال: جزاكم الله خيرا يا أبنائي، ولا أضاع لكم الله معروفا. وبعد أن عرفوا أن الشيخ الجليل له خبرة بالحياة، حكوا له عما كانوا يفكرون ويتحدثون في عملهم وجهدهم وتعبهم وماذا سيفعلون وماذا عليهم أن يفعلوا إزاء ذلك، وأن يحدثهم بخبرته الواسعة التي تعلمها من الحياة. وأطرق الشيخ في التفكير واضعا يديه وراءه واتكأ بهما على الأرض وراح يحدق في السماء، والإخوة الثلاثة ينظرون إليه في هيبة وخشوع، لا يبدون حراكا ولا ينبسون بحرف، وما هي إلا لحظات حتى خفض الشيخ رأسه ونفض ما علق بكفيه من تراب ونظر إلى الإخوة، ثم قال لهم والبشر يعلو وجهه: هنيئا لكم أيها السعداء، فالأيام تستعد للابتسام لكم بملء فيها، فأنتم كلكم محظوظون في هذه الحياة. عندئذ هتف به الأخ الأصغر قائلا وهو لا يتمالك من شدة الفرح: أخبرنا أيها الشيخ، أخبرنا ولا تترك الانتظار يعذبنا. ثم أردف الأخوان الآخران قائلين: أصحيح ما تقول؟ كيف ستبتسم لنا الأيام؟ ومتى؟ طأطأ الشيخ رأسه وشرع يداعب لحيته الكثة، ثم قال: اسمعوا أيها الأبناء، إني أرى أن كنوزا ثلاثة تنتظركم، وسيكون لكل منكم واحد منها، أما اثنان منهما سيزولان يوما وسوف لا يبقى منهما شيء، وما أشد السلب بعد العطاء في هذا الوقت، أما الكنز الثالث
فهو كنز خالد إلى الأبد، باق بقاء الدهر، لا تناله يد الزوال أبدا، فابحثوا عن هذه الكنوز إن شئتم. قال زعفان للشيخ عندما انقطع عن الكلام: هل لك أن تدلنا على موضعها على الأقل؟ أجابه الشيخ: ليس ذلك من شأني، ولكن يمكن لكم أن تغادروا هذا المكان وتضربوا في أرض الله الواسعة حتى تعثروا على ضالتكم، وما أظنكم خائبين، وإني أبتهل إلى الله أن يسدد خطاكم ويوفقكم إلى تحقيق ما تصبون إليه. نزل كلام الشيخ في نفس بسام نزول الطل على الزهرة الذاوية، فلقد أحس أن الأمل بدأ يعاوده من جديد، ذلك الأمل الذي طالما شغل نفسه به وعللها بتحقيقه. لم يكن هذا الأمل سوى تقريب ساعة الخلاص مما هم فيه من ضنك وشقاء. وبينما هو غارق في التفكير، إذ سمع أخاه علوان يقول للشيخ: أتعتقد أن بحثنا عن الكنوز الثلاثة سيكلل يوما بالنجاح؟ إننا نخشى أن نجد أنفسنا في النهاية وقد صرفنا مدة طويلة من عمرنا دون الوصول إلى نتيجة. نظر الشيخ إلى علوان نظرة حادة فيها لوم وعتاب، وهم أن يقول شيئا، لكن الأخ الأصغر سبقه إلى ذلك وقال: ما أظن ضيفنا هذا إلا صادقا فيما قال، وليس من الصواب أن نتهمه بالكذب، إذ ليس هناك ما يحمله على الكذب، ومهما يكن من أمر فهذه آخر ليلة نقضيها هنا، وغدا نشد الرحال باكرا باحثين عن كنوزنا متوكلين على الله، أليس كذلك يا زعفان وأنت يا علوان؟ أطرق الأخوان لحظة، ثم قال زعفان: هي مغامرة لا تخلو من خطر، لكن لا بأس من أن نقوم بها لنجرب حظنا، ولكن ما لأخينا علوان ذاهلا لا يشاركنا في حديثنا، فنحن في حاجة إلى آرائه التي قد تفيدنا كثيرا. أفاق علوان من ذهوله ومط شفتيه، ثم أطلق زفرة وقال في صوت يرشح تأثرا: رأيان يغلبان رأيا واحدا لا محالة. والحقيقة أنه رغم تخوفي مما سمعت، فأنا أوافق على ما ستقرراني ولن أعصي لكما أمرا. اطمأن بسام لكلام أخيه علوان، وعلت شفتيه ابتسامة عريضة وقال: لم يبق لنا إلا أن ننام آخر ليلتنا هنا، وعند الفجر نودع ضيفنا ونأخذ في سيرنا. قضى الفتى الأصغر ليلته في سهاد يرقب النجوم الزاهية في ابتهاج، وما إن انبلج الصبح حتى قام إلى أخويه يوقظهما، فإذا هما مثله لم يعرفا للنوم طعما. نهض الجميع ولبسوا نعالهم واستعدوا للرحيل، فقبل الإخوة الثلاثة الشيخة وودعوه وانصرفوا، ولم يكن معهم من زاد سوى كيس صغير مملوء بالطعام، لذلك قرروا أن يقتصدوا كل الاقتصاد فيما لديهم من زاد حتى يكفيهم أطول مدة ممكنة، فهم يعلمون أنهم على أبواب رحلة يجهلون جميعا مدتها. ها هم الإخوة الثلاثة يسيرون في تثاقل ويجرون أرجلهم جرا، فالتعب قد أرهقهم والعياء قد أخذ منهم مأخذه، وهم مع ذلك ماضون إلى الأمام لا يثنيهم عما تعاهدوا عليه فتور في أبدانهم أو خوف في قلوبهم. الزاد يوشك على النهاية، وهم لم يعثروا بعد على شيء حتى كاد اليأس يمتلكهم، وبعد مسير 8 أيام انتهى بهم المطاف إلى غابة كثيفة الأشجار متشابكة الأغصان، وها هو الليل قد أزدل جناحيه الأسودين على الكون وغمر البطاح، وخيم سكون عميق لم يكن يقطعه بين الحين والآخر غير عواء الذئاب ونقيق الضفادع. أما القمر الذي كانوا يهتدون بنوره في أيامهم الأولى فقد اختفى تماما عن أبصارهم، وباتوا لا يعرفون اتجاهه، فآثروا الاستراحة في هذا المكان خوفا مما يداهمهم من خطر إذا واصلوا السير. وعند الفجر قام بسام يتمشى في هذه الغابة معجبا بما فيها من أشجار مختلفة ونباتات غريبة،
وإذا به يرى فجأة حلقة صدئة من حديد ملقاة على الأرض، فانحنى ليأخذها، لكنه وجدها مثبتة في مربع رخامي كبير. وعند ذلك اقتلع ما كان حوله من عشب وأزاح ما كان يحيط به من حجارة صغيرة، وجث على ركبتيه وراح يجذب الحلقة جذبا، لكنه عجز عن ذلك. عندئذ نادى أخويه ليساعداه على إزالة ذلك الطبق الرخامي، فهبا مسرعين، وأخذ ثلاثتهم في معالجته بعض الوقت حتى اقتلعوه من مكانه. وكم كانت دهشتهم شديدة حين رأوا أن تحت ذلك الغطاء الرخامي مدرجا طويلا يفضي إلى غرفة صغيرة، فنزلوا إليها جميعا وفتحوا أبوابها، وإذا بها صناديق كثيرة بعضها موضوع فوق بعض، فحاولوا فتحها وتوصلوا إلى ذلك بعد عناء طويل، ولم يتمالكوا من شدة الفرحة لما أبصروا الصناديق تزخر باللآلئ البراقة وتمتلئ بالجواهر الخلابة. فأخذ علوان وزعفان يرقصان وهما يقولان: هذا أحد الكنوز الثلاثة التي ذكرها لنا الشيخ، ما أسعد يومنا وما أشد فرحتنا. نعم، الآن بدأت الحياة تبتسم وستضحك أكثر عندما نعثر على الكنزين الآخرين. ثم أخذوا يقلبون تلك الجواهر في غبطة لا تماثلها غبطة. وبعد أن انتهوا من ذلك قال علوان لأخويه: لا يسعنا في هذا الوقت إلا أن نحمد الله على ما وفقنا إليه في هذا اليوم، ونتمنى أن نعثر على الكنزين الباقيين في أقرب مدة حتى تتم فرحتنا الشاملة. والآن هلم بنا نتفاهم في شأن هذا الكنز. فقال له بسام: الأمر على غاية من السهولة واليسر، ذلك أن هذا الكنز واحد من ثلاثة، ونحن كما تعلمان ثلاثة، ومن الرشاد إذن أن يكون من نصيب واحد منا، ولا يعقل أبدا أن نقتسمه. فقال زعفان: صدقت يا أخي، ولكن من ترى سيأخذه منا؟ فأجابه بسام: أما أنا فلا أنافسكما فيه، بقي إذن أن تتفاهما في شأنه. تعجب الأخوان من كلامه وتساءلا كيف يعرض عن كنز نفيس كهذا ويصرف نفسه عنه. فقال له علوان: عجيب أمرك يا أخي، أنا لم أفهم لماذا ترفض الحصول على كنز نفيس كهذا، وأنت لقيت في سبيله من الأتعاب واقتحمت من الأهوال ما لا يوصف، وإذا كان لابد من أن يناله واحد منا فأنت أولى به، إذ لا ننسى أنك أنت الذي شجعتنا على القيام بهذه المغامرة، وأنت الذي اكتشفت الغطاء الرخامي الذي يحجب هذا الكنز عن الأعين، فما رأيك؟ أطرق بسام لحظة ثم قال: أنا لا أنسى أن الشيخ قد قال لنا بكنوز ثلاثة، ولا أنسى أيضا أن اثنين منهما زائلان لا محالة ومنتهيان يوما إلى نفاذ، وأن الثالث باق إلى الأبد، وأن كنزا كالذي عثرنا عليه اليوم لهو منته يوما إلى الزوال، وإن بدا لكما نفيسا غاليا لأنه يقعد بصاحبه عن العمل والكد والكسب ويعوده الكسل والميل إلى الراحة، وإن ما لن تأخذ منه ولا تضيف إليه لهو سائر حتما إلى الانتهاء والنفاذ، ولذلك نفضت يدي منه حالما رأيته، وإن كان قد سرني كثيرا فهو إذن لأحدكما، فمن سيكون صاحبه؟ فقال علوان وقد ازدادت دهشته: وهل تريد أن نتركه في مكانه وننصرف؟ فأجابه بسام: أنا لم أقل ذلك. فأضاف علوان قائلا لزعفان: ما العمل؟ فهو إما لي أو لك، فماذا سنفعل؟ فأجابه زعفان في هدوء: هو لك إن شئت، فأنت أخونا الأكبر أولى به مني. فانتفض علوان من شدة الفرح وقال: شكرا لكما يا أخوي، فلقد أثرتماني على نفسيكما، وسأعرف كيف أنفق من هذا الكنز بحول الله. فقال له بسام: نهنئك به، ونأمل أن تقر به عينك وتحقق به من الأمنيات أعزها ومن الغايات أبعدها، أما نحن
فسنمضي في سبيلنا ونواصل سيرنا ليجد كل منا كنزه المنشود مثل ما وجدت. فقال علوان: يعني أنكما ستذهبان عني، ومن يدري هل سنلتقي يوما أم سيكون فراقنا أبديا لا لقاء بعده؟ ربت أخوه الأصغر على كتفه وقال في تأثر بالغ: لابد أن نفترق يا أخي، وفي سبيل العيش والكسب يهون كل شيء، وهل ترضى أن نبقى عالة عليك؟ لا نملك شيئا في حين أنك صرت صاحب ثروة طائلة، ولعل الله يوفقنا إلى تحقيق ما نبتغي، وعندها نعود إليك فنضم إلى كنزك كنزينا لنعيش من جديد في رغد وهناء. وقبل أن نودعك نلتمس أن تمنحنا لؤلؤة واحدة مما لديك نبيعها في طريقنا ونقتات بثمنها. لم يبخل علوان على أخويه بما طلباه، فسرعان ما دفع يده إلى أقرب صندوق إليه وسلم لهما لؤلؤة ثمينة، ثم وقف ثلاثتهم وأخذوا يحدقون في وجوه بعضهم. لقد آنت ساعة الفراق، فغرورقت عيونهم في وقت واحد بالدموع وأجهشوا بالبكاء، وارتمى كل على الآخر يقبله ويشبعه لثما وعناقا. ثم خرج الأخوان بسام وزعفان وأخذا في السير تاركين أخاهما علوان في حال أقرب إلى التألم لفراق أخويه منها إلى الفرح بالعثور على الكنز النفيس. أخذ علوان بعد أن غاب أخواه عن ناظريه يفكر في شأن كنزه العظيم، وشرع يضبط كل الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها للانتفاع بالكنز في أقرب مدة، وما هي إلا أشهر قلائل، حتى شيد في ذلك المكان قصرا فخما وجعل فيه من الخدم ما لا يعرف هو نفسه عدده، وأصبح يحيا حياة مترفة ملؤها اللهو والقصف والميل إلى الراحة. أما أخواه الآخران فبعد أن ودعاه أخذا طريقهما وعقدا العزم على مواصلة السير إلى النهاية، فلم يكن شيء من الأشياء بقادر على الحد من ثباتهما، وظلا يمشيان كثيرا ولا يستريحان إلا قليلا، غير مباليين بالشمس المحرقة التي تلفح وجوههما وبالذئاب التي يتعالى عواؤها كل ليلة. وما انقطعا عن السير يوما بعدما تمزقت نعالهما ودميت أقدامهما، إلا أنهما كانا يفكران في شيء واحد كثيرا ما ملأ قلبيهما خوفا وجزعا، ألا وهو زادهما الذي يوشك على الانتهاء. لكن الله يسر لهما أمرا وجعل لهما مخرجا، فقد اعترضتهما بعد انتهاء الزاد بيوم واحد قافلة طويلة متألفة من عدد من الإبل لا يحصى، فاستوقفا نفرا ممن كان يقودها وعرضا عليه إعطاء اللؤلؤة الثمينة التي معهما مقابل بعض الزاد، فرضوا بذلك وأثقلوهما بما قدرا على حمله من الطعام والشراب والماء، وانطلقا فرحين وقد زادهما الحصول على قوت جديد نشاطا وحزما، فأخذا يحثان الخطى أكثر من ذي قبل رغم التعب الشديد الذي كانا يشعران به. وفيما هما سائران قال زعفان لأخيه بسام: مضى على فراقنا لأخينا علوان أكثر من الشهر، ونحن لا نزال نمشي دون أن نمر بمسكن آهل أو قرية صغيرة. الحق يقال إنني أكاد أهوي إلى الأرض من شدة التعب. فأجابه بسام مشجعا: تدرع بالصبر يا أخي، فالله يحب الصابرين، ولا أظن أن انعزالنا عن الناس سيطول أكثر مما طال. انظر إلى ذلك الجبل الشامخ المكلل بالأشجار، أعتقد أن وراءه أناسا يعيشون هناك، وسوف نصل إليهم قريبا لنستريح يوما كاملا بجوارهم، نستجمع قوانا ونواصل رحلتنا بعد ذلك. وبعد هنيهة لمح الأخوان الشمس تختفي وراء ذلك الجبل في حمرة كالأرجوان، ثم انتشر الظلام وأضاءت النجوم وساد الكون سكون رهيب. أما الأخوان
فقد ظلا يحثان الخطى في عزم وحماس، وفي نفسيهما ظمأ شديد إلى معرفة ما وراء ذلك الجبل الشاهق. بدأ الليل يلملم أذياله، وبدأت الظلمة تبهت قليلا في الوقت الذي أشرف فيه الأخوان من أعلى قمة الجبل، ورأيا مدينة عظيمة جاثمة عند السفح يحيط بها سور مرتفع من جميع الجهات. عند ذلك أحس الأخوان بموجة من السرور العارم تغمر قلبيهما، وانحدرا يجريان ليجدا نفسيهما أمام باب حديدي ضخم ما زال مغلقا، لا شك أنه باب هذه المدينة العظيمة. وفي هذه الساعة بدأ يتناهى إلى سمعيهما ضجيج عال وجلبة مرتفعة انطلقا من المدينة المغلقة، يصحبهما عويل وصراخ، وأرهفا السمع فلم يفهما من الأصوات المختلطة التي كانت تتناثر في الفضاء شيئا. ثم جلسا على صخرة كبيرة كانت بالقرب من الباب، وبقيا ينتظران بفارغ صبر ساعة فتحه، غير أن الجلبة من فكت تشتد، والصراخ ما فتئ يحتد ويعظم ويتعالى، فزال اغتباطهما واطمئنانهما، وحل محلهما خوف ووحشة وهما يقولان: ترى ماذا حدث في هذه المدينة؟ وفجأة سمعا وقع سنابك بعض الخيول يشتد شيئا فشيئا ويقترب منهما، وإذا بالباب يفتح بقعقعة ويطل منه فرسان أربعة ممتطين خيولا جامحة يكاد يعجز اللجام عن كبحها، وما إن وقعت عين أحد الفرسان الأربعة على الأخوين حتى صاح بحدة مشيرا إليهما: ها هما رجلان، لنعد بهما حالا إلى الوزير. وفي لمح البصر نزل فارسان منهما وأركبا الأخوين معهما، وعاد الفرسان الأربعة من حيث أتوا وراحوا ينهبون الأرض نهبا. وبعد حين وصل الجميع إلى قصر عظيم، فأنزلوا الأخوين وأدخلوهما إلى إحدى الغرف وأوصدوا الباب وراءهم. عقد الخوف لسان كل من زعفان وبسام منذ أن زج بهما في هذه الغرفة، وأخذا ينظران إلى بعضهما تارة وإلى ما في الغرفة من أثاث أنيق تارة أخرى، وأرهفا السمع إلى ما يدور في الخارج من حديث، فلم يفهما غير جملة واحدة تتردد بكثرة وهي: لقد مات الملك، إننا خسرنا فيه رجلا شهما وحاكما عطوفا عادلا. عند ذلك استطاع الأخوان أن يفهما شيئا، واعتقدا أنهما اتهما بقتل الملك، وأيقنا أنهما سيقتلان لا محالة في هذه المدينة التي لا يعرفها فيها أحد. ثم قال زعفان لأخيه: أسمعت ما يقولون؟ إن ملكهم قد مات، ولا شك أنهم سيأخذون بثأرهم منا ظنين أن لنا يدا في موته. يا للمصيبة التي حلت بنا، أترانا فارقنا قريتنا وتحملنا المشاق والأتعاب لنموت هنا؟ يا له من كنز طمعنا في العثور عليه. فأجابه بسام: نعم، لقد سمعت ما يقولون، ولكن نحن بريئان بدليل أنهم وجدونا خارج مدينتهم قبل أن يفتح بابها، وسنحاول إثبات براءتنا بهذه الحجة، ومهما يكن من أمر فتأكد أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وأن الله سيكون معنا. في هذا الوقت سمع الأخوان الباب يفتح فسكتا، ودخل عليهما جماعة توشي صدورهم أوسمة ذهبية لا شك أنهم حاشية الملك المتوفى. وقال أحدهم للأخوين: لعلكما سمعتما بموت ملكنا المعظم. فأجابه بسام: سمعنا بذلك، ولكن لماذا أتيتم بنا إلى هذا المكان؟ أتتهموننا بقتله ونحن بريئان؟ فأجابه أحد أفراد الحاشية: نعلم علم اليقين أنكما بريئان، لأن الملك مات موتة طبيعية فجر هذا اليوم، فلا تخافا، إذ لسنا نريد قتلكما كما تتوهمان، بل بالعكس، فنحن لم نرد بكما إلا خيرا، وسيكون أحدكما سعيد الحظ حقا. فسأله زعفان وقد زال خوفه واطمأن:
كيف ذلك أيها السيد المحترم؟ فقال له: إننا فجعنا هذا الصباح في أعز عزيز لدينا، اختطفته المنية وتركت شعبه يبكيه ويندبه بحرقة، وليس هذا الشخص الذي فقدناه سوى ملكنا المحبوب رحمه الله رحمة واسعة. وإن تسألاني عن سبب المجيء بكما إلى هنا، أخبركما أن من عادات سكان هذه المدينة العريقة أنهم عندما يموت ملكهم أو يطيحون بعرشه لسوء تصرفه، يخرجون في الصباح الباكر، وأول رجل غريب عن المدينة يلاقونه يجعلونه عليهم ملكا ويبايعه الناس في اليوم الموالي. ولعلكما فهمتما الآن أن أحدكما سيصبح ملكا على هذه المدينة، فمن منكما يقبل ذلك؟ اشتد استغراب الأخوين وازدادت دهشتهما، وأخذا يتراسلان باللحاظ دون أن يتكلما. ثم قال أحد أفراد الحاشية لمن معه: لا شك أن كل منهما يريد الملك لنفسه، فلنتركهما في غرفتهما ولنعد إليهما بعد حين لنعرف من سيكون منهما الملك. ثم أوصدوا الباب بلطف وانصرفوا. وعند ذلك التفت زعفان إلى أخيه بسام وقال مبتسما: عجيب أمر هؤلاء القوم، وأعجب منه نظامهم. كنا نطمع بالنجاة من الموت، وإذا بالملك يعرض علينا. ثم قال بسام: أظن أنه الكنز الثاني الذي وعدنا به ذلك الشيخ، وهو ليس كالأول لأنه لا يقبل الاقتسام. فمن سيكون منا الملك؟ أترضى أنت يا زعفان؟ فأجابه زعفان: أنت أولى بالملك مني، لأنك أكثر ذكاء وأرجح تفكيرا وأعظم قدرة على تصريف الشؤون، وخاصة شؤون الدولة. ولهذا لا تمانع إذا دخل علينا القوم، ولا تنسى ما قلت لك. أما أنا فحسبي من الملك الذي ستناله أن تستوزرني وأن تجعلني من أفراد حاشيتك المقربين على الأقل. أطرق بسام هنيهة ثم قال: لا يمكن أبدا أن أقبل ذلك، ولا أشك أن منصب الملك الذي عرض علينا أحد الكنوز الثلاثة، ولكنه مع الأسف زائل كسابقه، وسوف ينتهي يوما لا محالة. وأن ملكا أعطيته على هذه الصورة لهو منتزع منك آجلا أو عاجلا، وأن قوما رأسوك عليهم دون أن يعرفوك أو يختبروك ويمتحنوك لمطيحون بتاجك في الوقت الذي يشاءون ليعوضوك بأي غريب يفيد عليهم. وإذا لم يكن بد من قبول هذا المنصب، فإني ألح أن تقبله أنت وأهنئك به من الآن. سكت زعفان ولم يقل شيئا، ففهم بسام أنه رضي بما قال، وقبل أن يصبح من الغد ملك هذه المدينة العجيبة. وفي هذا الوقت فتح الباب، وتقدم أفراد الحاشية إلى الأخوين، وقال أحدهم: من منكما أصبح ملكنا الجديد؟ فأجابه بسام مشيرا إلى أخيه: إنه أخي زعفان، ويمكن لكم أن تثقوا به من الآن، فهو ذكي مدبر وحازم ناشط. عند ذلك تقدم أفراد الحاشية وقبلوا يمينه، ثم قال الوزير الأكبر للملك الجديد: قد تم كل شيء على أحسن حال، وغدا يحتفل الشعب بمبايعتك وتنصيبك، فإلى الغد أيها الملك المعظم. مع مطلع الفجر بدأ سكان المدينة يتوافدون على القصر فرادى وجماعات يدفعهم الشوق إلى رؤية ملكهم الجديد. وما إن بدأت الساحة تغص بجموعهم الغفيرة حتى لاح الملك زعفان من شرفة القصر، وهو يرتدي ثيابا مطرزة بالذهب وعلى رأسه تاج مرصع باللآلئ البراقة اللامعة، وقد وقف إلى يمينه وزيره الأكبر. وفي هذه الساعة دوت عاصفة من التصفيق والهتاف، ثم شرع الناس يرددون في صوت واحد: أصبحت يا زعفان ملكنا الجديد، العدل والأمان ذاك الذي نريد. ثم تقدم الوزير الأكبر وتنحنح ليصقل صوته وقال: أيها الناس اسمعوا وعوا، لقد فقدنا بالأمس رجلا عظيما وهو ملكنا الراحل، تغمده الله برحمته،
ونقف اليوم لنبايع ملكا جديدا لا يقل عنه عظمة. نتمنى من كل قلوبنا أن يكون خير خلف لخير سلف. والآن ليصعد إلى القصر أعيان البلاد وشيوخ القبائل لتهنئة الملك نيابة عن الشعب كله، والسلام. عند ذلك بدأ الناس يتفرقون ويعودون إلى ديارهم وبيوتهم، وهم يهتفون بحياة ملكهم الجديد ومنشدين أعذب الأناشيد. أما زعفان فلا تسأل عن حاله، فالفرح يكاد يقتله والعظمة بدأت تدب إلى نفسه، فلقد صار يأمر وينهى ويتشامخ في مشيته منذ يومه الأول. وأما بسام فهو ما زال حائرا متعجبا، ينتظر بفارغ صبر فرصة الانفراد بأخيه ليعلمه بما عزم عليه من مواصلة للرحلة التي بدأها مع أخويه منذ عدة أشهر. وقد حانت هذه الفرصة عندما ناداه الملك وأدخله إلى إحدى غرف قصره وقال له في ازدهاء: ما رأيك في هذا الشعب المائج كالبحر والمنادي بحياتي؟ ألا تفهم أنه يحبني وينزلني أسمى منزل من سويداء القلوب؟ فأجابه بسام: أتمنى ذلك، لكن المهم بالنسبة لي هو أن أعلمك بأني مقر العزم على مواصلة السير وحدي لأجد كنزي مثلما وجدت أنت وعلوان كنزيكما، وألتمس منك أن تهبني جوادا من خيول مملكتك الأصيلة وبعض الزاد لأستعين بهما على السفر. نظر إليه أخوه الملك في عطف وقال له: إن فراقك ليحزنني كثيرا يا أخي العزيز، وقد فكرت أن أسند إليك منصبا هاما في مملكتي، لكني تأكدت بعد ذلك أنك سوف لا تقبله مهما ألححت عليك نظرا لرغبتك في مواصلة الرحلة. أما الزاد والجواد فسيكونان مهيئين بعد ساعة واحدة. ثم نادى حاجبه فجاءه مسرعا وقال له: أمر مولاي. فقال له الملك: سيفارقنا أخونا بعد ساعات قليلة وسيسافر إلى بلد بعيد، ولذلك أحضر له من الآن جوادا أصيلا وزادا كثيرا ليستعين بهما على السفر، وما هي إلا ساعة قصيرة. حتى كان الزاد مهيئا والجواد يصهل صهيلا أمام ساحة القصر، فركبه بسام بعد أن أصاب شيئا من الطعام، وقبل أخاه وودعه، وانطلق به الجواد يركض ركضا وينهب الأرض نهبا، والملك يراقبه من شرفة قصره العالية. وحينما اختفى عن بصره شرع في التحادث مع حاشيته لتصريف أمور البلاد. ما زال بسام وهو على ظهر جواده يطوي الأرض طيا، ولقد مضى على فراقه لأخيه الملك أكثر من أسبوع لم يسترح خلاله إلا ساعات قليلة، فهو تارة منحدر إلى واد أو متسلق هضبة، وطورا سائر بين أشجار كثيفة متشابكة لا يوقف حصانه المكدود إلا ليسقيه من غدير يعترضه، أو ليتركه يرعى في بقعة خصبة من الأرض، أو لينزل هو فيستريح قليلا ويقتات شيئا ثم يواصل سيره من جديد. وبعد شهر كامل وصل بسام إلى قرية صغيرة قليلة السكان، وقد شعر بالتعب الشديد ولاحظ أن الإرهاق قد أخذ من حصانه مأخذا عظيما، فقرر أن يستريح هناك يوما ثم يتابع رحلته بعد ذلك. وعند وصوله إلى أهل القرية استضافه أحدهم ونحر له ناقة وأكرم مثواه، ومن الغد ركب جواده وواصل طريقه وأخذ يطوي الأرض طيا. وبعد مسير يومين أبصر من بعيد حدائق غناء فيها أشجار مثمرة مختلفة وبعض المنازل القليلة، فقصدها ليستريح عند أصحابها بعض الوقت، لكنه ما إن وصل إليها حتى أعجب إعجابا كبيرا بما فيها من أشجار وارفة الظلال ومن جداول جارية وعيون متدفقة بالماء الصافي. أعجب بسام بهذه المناظر الساحرة الخلابة، لكنه لم يشاهد أحدا في هذا المكان. ثم عرج على تلك المنازل القليلة ونادى ساكنيها بملء فيه
وكم كانت حيرته شديدة عندما لم يجب نداءه أحد، ورأى بأحد الأبواب أن العنكبوت قد نسجت بعض الخيوط، فعلم من فوره أن هذه الديار مهجورة منذ زمن بعيد، لكنه لم يعرف السبب. ثم تقدم مدهوشا وولج منزلا وأخذ يجول في غرفه، فلم يجد غير الغبار متراكما على ما فيه من أثاث قليل وخزائن فارغة. وظل بسام طيلة ساعات يفكر في هذه القرية النضرة الجميلة التي لا ينقصها إلا البشر، ثم أخذ يتأمل من جديد هذه السواق الرقراقة وتلك الأشجار المثقلة بأشهى الثمار، وهاتيك الأبواب التي بنت عليها العناكب بيوتها. ثم قال في نفسه: هذه أرض كريمة معطاء، ولكن أين أهلها يا ترى؟ لعلهم فارقوها إلى مكان آخر، وهل سيجدون أجمل وأخصب من هذه الأرض؟ على ما يدل نسيج العنكبوت وتراكم الغبار؟ ألا يدلاني أن هذه الأرض لم تعرف البشر منذ مدة طويلة؟ ثم تذكر أنه ما وصل إلى هذا المكان إلا بحثا عن الكنز الثالث الذي سيكون من نصيبه وحده. وعند ذلك قال في نفسه مرة أخرى: أنا جئت أبحث عن كنز باق إلى الأبد بعد أن رفضت الكنزين السابقين. ترى، ألا تكون هذه الأرض الخصبة وهذه الحدائق الغناء وتلك الجداول الجارية ذلك الكنز المنشود؟ إن الأرض تدر على صاحبها كثيرا من الأرباح، وهي لا تبخل عليه بما في جوفها من خيرات، فهي بحق كنز لا يفنى أبدا. ومن الواجب علي أن أعرف كيف أستغل هذه الأرض، وعلي أيضا أن أشمر عن ساعدي وأفنى في خدمتها. فرح بسام بوجوده صفة في هذا المكان، وشرع في إخراج ما وجده بتلك الغرف من أدوات فلاحية، وتوكل على الله وبدأ في عمله الجديد، وهو مقبل عليه بعزيمة ثابتة وإرادة قوية. لقد كان ينهض عند الفجر الباكر ولا ينتهي من عمله إلا عند الغروب، وهو تارة يعزق الأرض وأخرى يخطط مجاري المياه والسواقي، وطورا يقلم الأشجار ويحفر الحفر. ولم يكن يعينه في عمله المتعب غير الحصان الذي أهداه إياه أخوه الملك منذ شهرين. بدأت أمطار الخريف تنزل رذاذا ثم أصبحت هطلا، وقد فكر بسام أن يزرع قسما من أرضه الشاسعة حبوبا، لكنه بحث عن البذار فلم يجد، فقرر أن يذهب إلى تلك القرية القريبة التي نزل فيها بعد فراقه لأخيه زعفان، ليأتي منها بما يحتاج إليه في عمله الفلاحي. وعندما عزم على ذلك ركب جواده وانطلق كالسهم قاصدا تلك القرية، ولما وصل إليها أخبر أهلها بما رأى في تلك الضيعة الساحرة، وسألهم عن سبب خلوها من الناس. فأجابه أحد الشيوخ بأنها كانت ملكا لثلاث عائلات غنية، كان أفرادها متعلقين أشد التعلق بأرضهم، باذلين جهدهم لاستغلالها والانتفاع بخيراتها، وظلوا يحيون حياة آمنة راضية إلى أن انتشر بينهم وباء فتاك فهلك أغلبهم، ولم يبق منهم إلا القليل. وعند ذلك قرر أولئك الذين نجوا من الموت أن يرتحلوا إلى مكان آخر، ولذلك صارت منازلهم وحقولهم بعدهم قفرا. ثم أعلمهم بسام أنه استوطنها وبدأ العيش فيها، فأعجبوا به وأكبروا به حبه للأرض وتعلقه بها، وعرضوا عليه مساعدتهم إياه في كل ما يعجز عنه، فشكرهم على ذلك واكتفى باقتراض كيس من الحبوب ليزرعه في أرضه الجديدة، فلبوا طلبه في الحين وقفل راجعا إلى ضيعته، وما هي إلا أعوام قلائل حتى أصبح بسام فلاحا شغوفا بأرضه متعلقا بها، وقد اكتسب إلى ذلك خبرة واسعة بشؤون الفلاحة، لكنه كان يتبرم من انفراده ومن عزلته عن الناس، وكان يتردد على تلك القرية القريبة منه حتى صار معروفا لدى سكانها،
وكثيرا ما حدثهم عن عيشته وأفضى لهم بكل ما يقاسيه من وحشة وقلق في ذلك المكان المنعزل. فرثوا لحاله وعرضوا عليه الزواج من إحدى بناتهم فقبل ذلك. وفي أيام قليلة أصبح بسام زوجا لإحدى الفتيات الصالحات المعروفات بحبهن للعمل وقدرتهن على مشاركة الرجال فيه. وفي هذا الوقت وجد بسام من يؤنسه ويطرد وحشته وينهض معه بأعباء الفلاحة. وظل بسام يعيش في أرضه الخصبة عيشة هانئة راضية مع زوجته النشيطة المخلصة إلى أن رزقهم الله بغلام ثم آخر. وبمرور الأيام والأعوام كبر هذان الولدان واشتد عودهما وأصبحا يشاركان أبويهما في خدمة الأرض، وقد تعلما من أبيهما التفاني والكد والاكتساب وحب الأرض. وشيئا فشيئا استطاع بسام بمساعدة ابنيه وزوجته أن يشتري بعض الأبقار والخيول والكثير من أدوات الفلاحة إلى أن أصبح فلاحا كبيرا وصاحب ثروة طائلة، يحيا حياة ملؤها السعادة والوئام مع زوجته وابنيه في أرضه الخصبة التي لا تبخل عليه بخيراتها عندما لا يبخل عليها بالعمل المتواصل. ارتحل الشتاء برياحه الهوجاء وبرده القارس، وأقبل فصل الربيع بطقسه المعتدل وسمائه الصافية، واكتست الأرض حلة سندسية ناضرة موشاة بمختلف أنواع الزهور والرياحين. وفي يوم رائق في هذا الفصل البديع استلقى بسام على الكلأ الأخضر وشرع ينظر بإعجاب إلى أبقاره الوديعة التي ترعى على مقربة منه، وإلى ابنيه اللذين كانا منهمكين في قلع بعض الأعشاب الطفيلية. وفجأة لمح من بعيد رجلين غريبين يتقدمان نحوه بخطى متباطئة، وقد أخذ منهما التعب مأخذا شديدا. وعند ذلك نهض بسام لاستقبالهما، ولما وصلا إليه طرحا عليه السلام بصوت خافت متهدج، فرد عليهما التحية ودعاهما إلى الجلوس بجانبه، فتهالكا على الأرض من شدة التعب. ثم قام بسام مسرعا وأتى لهما بقدحين كبيرين مليئين بلبن لذيذ، فتناول كل منهما قدحا وشربه دفعة واحدة من شدة العطش. ثم قام وذبح لهما خروفا من خرفانه العديدة، وأمر زوجته بإحضار طعام الغداء لهذين الزائرين الغريبين. وبعد أن استراحا قليلا قال لهما بسام: يظهر أنكما غريبان عن هذه الجهة، فإلى أي مكان تقصدان؟ فأجابه أحدهما: نعم غريبان، أتينا من بلد بعيد باحثين عن عمل، وقد مررنا في طريقنا بقرية لا تبعد عنك كثيرا، فأخبرنا أهلها بأن في هذا المكان فلاحا كبيرا ربما يكون في حاجة إلى عمال يساعدونه في عمله، ولذلك جئناك ملتمسين تشغيلنا إذا لم ترى مانعا. فقال لهما بسام: الشغل متوفر وأنا بحق في حاجة إلى عملة كثيرين، ولهذا يمكن لكما من الغد أن تبدأ في عملكما معي، ومن اللازم قبل كل شيء أن أعرف اسميكما على الأقل. فقال له أحدهما: لك الحق يا سيدي، أنا اسمي علوان وهذا أخي اسمه زعفان، فارقنا موطننا الأصلي مع أخ ثالث يقال له بسام بحثا عن كنوز ثلاثة تكهن لنا بالعثور عليها رجل جليل كان ذلك منذ 20 سنة يا سيدي. عند ذلك سرت رعشة في جسم بسام وتملكه ذهول شديد، فانتفض من مكانه وصاح بملء فيه: أنت زعفان وأنت علوان، لقد تغيرتما كثيرا، أنا أخوكما بسام. ثم ارتمى عليهما وأخذ يقبلهما بكل حرارة ودموع الفرحة تنهمر على خديه. وبغتة التفت الابنان فرأيا أباهما وضيفيه في عناق قوي، ولمحت دموع منحدرة على وجنتيه، فذهبا مسرعين ليعرفا حقيقة الأمر. وعندما وصلا
مسح أبوهما عبراته بطرف ردائه وقال لهما: لعلكما ما زلتما تذكران قصة مجيئي إلى هذا المكان وقصة أخوي اللذين حدثتكما عنهما، إذا كنتما لم تنسيا ذلك فهذان الرجلان هما أخوايا علوان وزعفان، وكلاهما عم لكما. ثم التفت إلى أخويه زعفان وعلوان وقال لهما: أنا في شوق كبير إلى معرفة ما جرى لكما بعدي، ماذا فعلت يا علوان بالكنز وأنت يا زعفان بالملك؟ قال علوان وهو ما زال يبكي: عندما فارقتماني وسرتما في سبيلكما ظننت أني صرت أمير الأغنياء، ولقد استطعت أن أبني قصرا عظيما جعلت فيه من الخدم ما لا أعرف أنا عدده، وبمرور الأيام تعرفت على جماعة من أهل السوء ظننتهم أصدقاء لي في أول الأمر، لكنهم سرعان ما تآمروا علي وسرقوا كل ما بقي لي من ذلك الكنز. وعندما تفطنت لذلك وجدت أني صرت فقيرا كما كنت من قبل، ولقد كرهت الرجوع إلى قريتنا خوفا من العار والفضيحة، لأن أهلها سمعوا بقصتي كلها، وفضلت مواصلة السير علني أجد عملا آخر أرتزق منه بعد أن فرطت في كنزي ولم أحسن التصرف فيه. وبعد شهرين التقيت بأخي زعفان الذي قص علي قصته، ثم قال بسام لأخيه زعفان: وأنت ماذا جرى لك بعدي؟ فأجابه زعفان: أما أنا فبعد أن فارقتني وانطلق يعدو بك الجواد شرعت في الاهتمام بأمور مملكة الصغيرة، ولقد لقبني شعبي بالملك العادل، إلا أنني سرعان ما انحرفت عن الجادة وصرت أميز الغني عن الفقير، وأحيانا أقهر المظلومة ولا أنصفه وأحمي الظالم وأقف بجانبه، إلى أن بدأ الشعب يكرهني ويحاول الخلاص مني، وأخيرا دبروا خطة لقتلي، ولولا أحد أفراد حاشيتي الذي كان وفيا لي لقتلت شر قتله جزاء ظلمي وابتعادي عن العدل، ولكني نجوت من الموت بأعجوبة وفررت من المدينة في الليلة التي قرروا فيها اغتيالي، وعند ذلك أخذت أضرب في الأرض إلى أن التقيت بأخي علوان. فقال بسام: ما كنت أظن أني سألقاكما بعد هذا الفراق الطويل، ولكن الحمد لله الذي جمعنا في هذا اليوم، وعلى كل حال لا تبتئسا وانسيا الماضي، ولكن اتعظا به وخذا منه عبرة ودرسا. ثم قال له علوان: وأنت يا بسام قص علينا ما جرى لك. فأجابه بسام بعد أن سكت برها: هل تذكران ذلك الشيخ الذي تكهن لنا بالكنوز الثلاثة؟ وهل تذكران عندما قال إن اثنين منهما زائلان ومنتهيان بسرعة والثالث باق إلى الأبد؟ لقد صدق بقوله: فكنزك يا علوان قد انتهى بسرعة كما ذكرت، وكنزك أيضا يا زعفان قد فقدته في أشهر قلائل وأوشكت أن تقتل مع ذلك، أما الكنز الذي كان من نصيبي والذي لا ينتهي أبدا فهل تعرفان ما هو؟ إنه هذه الأرض التي عمرتها وأفنيت السنوات الطوال في خدمتها، أليست أفضل من 1000 كنز من نوع كنزيكما؟ فقال له زعفان: صدقت يا بسام، ليس كالأرض كنز أبدا، أما الأموال الطائلة التي نأخذ منها ولا نضيف إليها والألقاب الفخمة التي نباهي بها ونعتز، فهي كالفقاقيع تطفو على سطح الماء لحظة ثم تختفي، وأما الأرض يا بسام فهي كنز خالد إلى الأبد كما قلت، وهنيئا لك بما حققت. فقال بسام مبتسما: لقد آمنتما أن الأرض والتعلق بها أجدى من كل مال وجاه، فهي إذن في انتظاري ما ستجودان به عليها من بذل للجهد وتفان في العمل. أنا كما عهدتماني طيب القلب أكره الأنانية والجشع، فهذه المنازل فارغة فاسكناها، وهذه الأرض شاسعة فخذا منها ما طاب لكما، وتلك الدواب لكما في كل حين، المهم أن تعملا وأن تبذلا الجهد في خدمة الأرض التي هي خير وأبقى من 1000 كنز. فقال علوان: لا، نحن لا نريد الانفصال عنك أبدا،
وإنما نشاركك في أعمالك، ولتبقى الأرض واحدة والإنتاج واحدا، فلا أحب إلى نفسي من ضم الجهود والتعب. استحسن بسام فكرة أخيه وقال مبتسما: أنت على صواب يا علوان، ليس هناك أفضل من التعاون والتعاضد، فنحن من الآن إخوة سواسية، أرضي أرضكما وإنتاجها لي ولكما على حد سواء. أما الآن فهلم بنا إلى تناول طعام الغداء، فزوجتي في انتظاركم. وهكذا التقى الأخوة الثلاثة بعد فراق دام 20 سنة، وقد جمعهم من جديد حب الأرض التي هي خير وأبقى من كل كنز. انتهت الحكاية.